79 شاعرا وأديبا من سوريا والوطن العربي تجتمع أفكارهم في الجزء الثاني من ديوان أغاني عشتار في دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية. الشعراء موجودين بكل المحافظات السورية في ملتقى عشتار، نحن حوالي 2900 شاعر وشاعرة يكتبون في جميع الأنواع الأدبية وفي جميع الأصناف الشعرية. الديوان يتميز بأنه يضم كل الأنواع الشعرية من شعر عمودي موزون وشعر تفعيلي وشعر نثر، وتتنوع الموضوعات ما بين شعر وطني وقومي وحتى الأشعار الوجدانية والإنسانية العامة. الحقيقة شارك في الديوان 69 شاعر، وتخلفت تفرقت المواضيع بين المواضيع الوجدانية والمواضيع الإنسانية والمواضيع الوطنية ومواضيع الحب والجمال، واختلفت أيضا أشكال الشعر فيه، فكان ما بين التفعيلة وبين قصيدة النثر وبين القصيدة العمودية. بالنسبة للمشاركة أنا بحيي الجهود القائمة على ملتقى عشتار إشرافا وإدارة بكادر الأعضاء والمتابعين، هو جسر تواصل أدبي مهم جدا. ملتقى له أهميته أكيد الكبيرة، تجمع الشعراء والفنانين بيستفيدوا أكيد من بعض بتجاربهم مع بعض بديوان واحد، وممكن يعني أثناء المنبر الإلقاء هي في تعاون دائما، العمل الجماعي له قيمة كبيرة خاصة خصوصا بهالعصر اللي عم بيواجه انحسار للكتاب، ففي بصير في مجال للتوزيع بشكل أسرع وأقوى ومجال نتعرف ونقرأ بعض. دائما اللقاء الحالي العادي هو منبع لإعطاء شيء جديد، فكيف إذا كان مجموعة من الشعراء والأدباء بسويات مختلفة وأشعار جيدة تجتمع في ديوان واحد ترسم صورة لواقع اجتماعي معين. المشاركة هي سماء جديدة نتنفس منها أكسجين الكلمة، وكما قال السيد المسيح عليه السلام ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بالخبز والكلمة، لا حياة بدون كلمة، وكما قال القرآن الكريم كلمة طيبة كشجرة طيبة. دائما الصوفية تتجه إلى الغزل بالذات الإلهية، يعني عرفت كيف؟ يشكل ملتقى عشتار الثقافي السوري تظاهرة ثقافية وفكرية وأدبية، ويقدم فرصة لتبادل الخبرات.